اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه خاصه جدا من الاهلي خط احمر ان شاء الله تنور رضاكم. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك يا اسامه. وليه خاصه جدا؟ ما عشان احنا كل حلقه بنعملها بتبقى خاصه جدا. طيب كده تمام، تفسير منطقي وكمان في ظرف خاص جدا. اكيد طبعا طبعا. النادي الاهلي بيصل للمره 23 في تاريخه لدور المجموعات، طبعا صعود متوقع للنادي الاهلي بعد الفوز ذهابا 1-0، ولكن كان مهم جدا ان النادي الاهلي يؤكد الصعود بنتيجة كبيرة 4-0 تحديدا بعد التعادل اللي تم مع وادي دجلة في الدوري، عشان يعيد النادي الأهلي رونق تاني لأدائه، رباعيات وثلاثيات ربنا طبعا يا رب يكملها كده دايما مع النادي الأهلي. مكاسب كتير جدا من المباراة، منها طاهر محمد طاهر بيسجل أول أهدافه، والسلطان بدر بنون بيعيد للنادي الأهلي أو لجماهير النادي الأهلي للثقة يا فارس في الشخصية أولا. ثانيا احنا كنا بنعاني فترات كتير جدا من الخوف من اول لما يجي ركلات ترجيح نقول الاهلي بره. صحيح. دلوقتي بقى عندنا معلول، بقى عندنا بدر بنون، بقى عندنا لاعبين كتير، عندنا قفشه حتى وان كان ضيع مع طراء، يعني جيت اخترت استثناء ايمن اشرف بشوط ايمن اشرف بشوط كويس برضه، اخترت اللي طلع. انت بقى اعمل ايه طيب؟ اختار حد سد. لا لا لا، اللاعبين عندهم على فكره، لا اللاعبين عندهم ثقه طبعا. ولكن فعلا احمد، اولا انا عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا فيما يخص الفريق نفسه اللي انت اتكلمت فيه، شخصيه ان انا برجع، شخصيه ان الفريق ليه شكل مع موسيماني، وده مهم. انا طول عمري بتكلم في فكره واضحه جدا ان الفريق اللي عنده شخصيه هو ده الفريق اللي بيكمل. مستر مانويل جوزيه شخصيه، مستر هيدوكوتي شخصيه، شخصيه الفريق، الفريق ليه هويه وليه شكل وليه نظام لعب بيحافظ عليه في كل الاوقات واغلب المباريات بغض النظر عن اختلاف المنافسين، برضه بتحافظ على فلسفتك. ده اللي ممكن الارقام توضحها. بس خلينا ناخد من كلامك يا فارس يعني نقطه، مش يعني انا وجهه نظر شخصيه النادي الاهلي، ولما يجي مدير فني بشخصيه النادي الاهلي بنشوف المستوى ده. لان الطبيعي شخصيه النادي الاهلي هي شخصيه الفريق البطل، وده المتواجد في كل عناصر منظومه النادي الاهلي من اداره لاجهزه فنيه للاعبين. ممكن جهاز فني يجي يكون مش بشخصيه النادي الاهلي، ممكن لاعب يجي يكون مش بشخصيه النادي الاهلي، فبالتالي ما بيحققش النجاح المنتظر. فبالتالي موسيماني ماشي على طريق الكبار زي ما قال فارس في ايجاد شخصيه النادي الاهلي، ومش عايزين ننسى ريني فايلر اللي كان بادئ دور كويس جدا، عاد للنادي الاهلي شخصيه جزء كبير جدا من شخصيته في افريقيا. حتى جاءت الكورونا. حتى جاءت الكورونا. صحيح. اختلف نهائي ريني فايلر. لكن خلينا نروح نشوف احصائيات المباراه على السريع كده عشان عندنا كلام تاني. احصائيات المباراه يا اسامه هتاكد حاجات اللي احنا اتكلمنا فيه. فيما يخص الاستحواذ وفيما يخص المحاولات. فيما يخص الاستحواذ، انت طبعا قدامك فريق كان يسمح بان انت تقدر تعمل الاستحواذ ده. تتكلم استحواذ 73% مقابل 27، محاولاتك 21 محاولة مقابل 4. دي النقطة بقى اللي احنا لازم نوجه الرسالة فيها للاعيبي النادي الاهلي. احنا كنا بنتكلم تحديدا عن فكرة المحاولات، وبنقول ان احنا الفترة الأخيرة وتحديدا قبل حسم لقب دوري أبطال أفريقيا بهدفي السولية وقفشة، اتكلمنا في اننا محاولاتنا على المرمى بيكون فيها نسبة الاون تارجت عالي جدا. ده تاني مباراة على التوالي المفروض ان انت عامل 21 محاولة، 7 ده رقم قليل جدا. المباراة الماضية يا فارس اللي تعادلنا فيها 0-0 كان 20 محاولة و4 فقط لا غير اون تارجت، برغم ان انت عندك الاهداف المتوقعة او الاكسبكتد جولز وصلت ل 5.66%، فده رقم كبير جدا. فرسالة للاعيبي النادي الاهلي التركيز على دقة انهاء المحاولات تحديدا، عشان يكون كل ما يكون الاون تارجت بتاعك اعلى كل ما يكون فرصتك في تسجيل الاهداف اعلى. التمريرات طبعا يا فارس احنا كنا بنتكلم في بلس 500، دلوقتي ما شاء الله في كده مباراتين بلس 600. هي بقى دي الشخصيه. يمكن يا اسامه انت ضفت على الكلام اللي انا بتكلم فيه، بس حصل فيه بس اختلاف. اكيد شخصيه النادي الاهلي موجوده طول الوقت، ولكن انا بعني ان المدرب يبقى عنده مدرسه فنيه كتاكتكس. بالزبط. مش بيبقى بيشتغل في فرق كتير بنشوفها هو بيشتغل حسب المباراه. انت عندك مدرب بيحافظ على شخصيه الفريق الفنيه داخل الملعب، وده اللي كان حاصل. لان انا بيعجبني جدا المدرب يكون عنده مجموعه من الافكار بيحاول يطبقها، وده اللي بنشوفه مع موسيماني، وده اللي بنشوفه مع مجموعه من اللاعبين اللي بتاخد ادوار واضحه جدا. عايز اتاكد ان اغلب اللاعبين اللي بياخدوا فرص بيثبتوا نفسهم. انا عاجبني طاهر قوي، حاجه نادي اهلي. بالظبط. حاجه نادي اهلي من البدايه ومن اللحظه الاولى. لاعب تحس انه ما بقالوش كتير لسه جاي. هي فكره الاصابات، بس ان شاء الله الدنيا هتمشي مع الوقت. بنتكلم في اللاعبين حتى اللي بتاخد موسيماني، تحس ان هو فعلا فلسفه وجود اللاعبين العدد الاكبر عشان ظروف كورونا وما الى ذلك هي فلسفه صحيحه جدا، خصوصا فكره المدوره اللي بتحصل اول باول.